لمسة يد على السامح الدربالي. إشكالية هيثم الجويني صحيا ما يقدرش يلعب، ممكن ماكسيموم 10 دقائق. كرة من يعقوبي ترجع في وسط الميدان، وكرة طويلة من سعد سمير، حط الكرة، شوف الكنترول، ارجع معاه يا بن محمد، بن محمد يخسر الدويل، خطيرة وصعبة جدا. اخر كرة في الشوط الاول، 45 دقيقة، تيجى 0-0، يطلعوا 2، ربيك ترمي روحك واخذها كوليبالي. كرة من بن محمد تقتيل اللعب للنهاية في الشوط الاول. ممكن السقوط تاع برشا ملاعبية أهلاوية، كان ممكن 3 ديسيما، ولكن ما نمش نحكيو على دقيقة، نشدوا فيها دقيقة. عاود نقول الشوط الأول خذا الأهلي بدنيا وتكتيكيا وذهنيا خلف المباراة من اللحظة الأولى. الترجي مازال ما دخلش تقريبا في الفينال نتاعو لحد اللحظة، ولعب الكرة للترجي التونسي عن طريق الهجوم على اليمين، جمهور ممتاز يساند فريقه، هذا المطلوب. ترجع الكرة كولي يمشي وحده، كولي جريله هي خنيسي خطيرة، والكرة وهدف في وقت عدم وجود الترجي. 1-0 من سنوات ما سبقناش في التهديف، وهدف باش يقلب الادوار، هدف باش يقلب الادوار، لانه مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الاول. الله 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 على السبق والاسبقيه. كولي ياسين سعد بكير، كوره ما تضيعش حتى في الفيلي، علي علي سعد في الفيلي، سعد بكير قلت لك يلزم يطير وطار بكير. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. يلا كوراج جريد تجيبوها، خلاص الصعب صار. تكتيكيا ما لقيناش رواحنا في الشوط الاول، ما لقيناش رواحنا في الثنائيات، ولكن لقينا رواحنا رابحين واحد بلاش. الان الكوب ما تبات، كان في رادس بقدر